أصلا تنظيم داعش موجود في ليبيا قبل أن يتعرض لهذه الضربات المؤذية في سوريا والعراق من قبل الطائرات الروسية والأمريكية. يعني ثم أن هناك أيضا تنظيم القاعدة المنتشر في الجانب الشمالي الغربي من سوريا هو أشد خطرا من داعش، يعني وهو نفس العقيدة والإيديولوجيا والممارسات. يعني موضوع الدينامية داعش لا تزال موجودة، كون جهاز القيادة والسيطرة في داعش لا يزال يعمل بنشاط وحيوي، وأجهزة الاتصالات أجهزة متطورة جدا ومنيعة، يعني لم تستطع الحكومات العراقية والسورية وربما الإيرانية وربما لا نعرف إذا كانت الروسية أيضا أن تخترق اتصالات داعش أو تشوش عليها. يعني هذا أمر خطير جدا يعني برسم الدول الكبرى. ثم أن الموضوع وجود داعش في ليبيا هي منذ نحو 6 أشهر تحتل سرت، والمجتمع الدولي يتفرج على ذلك فيما هاجم بسرعة القذافي وأسقط الحكومة التي كان حكومة القذافي وأدخل ليبيا في حالة من الفوضى وأصبحت دولة فاشلة. أما اليوم في سرت لا يزال هناك انتظار ونظريات وبحث وتقدموا باتجاه رأس لانوف واتجاه درنا وسوف يتصلون ببنغازي ولا يزال البحث جاريا. يعني هذا لا يدل على جدية حقيقية في مكافحة داعش. يعني أنا أتصور، يعني وهذا تصور يعني أكثر مما هو تحليل، أنه إذا جاءت داعش إلى ليبيا فأنها ستأتي بحكم حرية التنقل التي تتمتع بها المقاتلون الذين يأتون من آسيا الوسطى عبر أوروبا. طيب إلى تركيا في الحقيقة هذا العراق، وهذه هذا الأمر هذا ربما الأمر تكون بخد عفوا في الحقيقة نعم أنا في الحقيقة الفكرة تفضل يعني أن يستطيعوا القدوم إلى ليبيا والتحشد في ليبيا، والهدفهم هو ليس ليبيا إنما مصر، الهدف الأساسي هو مصر. وعندما تتحشد داعش في ليبيا فإن اتجاهها سوف يكون العمليات الإرهابية داخل مصر وضرب الاستقرار المصري، فتصبح مصر مثل سوريا والعراق. يعني هذا أمر يعني موضوع خشية كبيرة من الكلام عن انتقال داعش من العراق وسوريا إلى ليبيا.